مساء الخير اعزائي المشاهدين واهلا بكم في حلقه جديده من نبض الكنيسه. في الحقيقه حلقه امبارح كانت يمكن فيها احداث سخنه كتير ففضلنا النهارده يكون معانا حلقه عن الميلاد. حلقه نتكلم فيها عن ازاي نستقبل عيد الميلاد بعض التفاصيل الدقيقه في عيد الميلاد هيكون معانا في الاستوديو ويباركنا وتسابونا في لوباتير نصر كاهن كنيسه العضرة بالعباسيه الشرقيه مساء الخير يا وتسابونا. مساء الخير يا استاذ هاني اهلا وسهلا اهلا بيك كل سنه وحضرتك طيب وانت طيب يا في البدايه احنا النهارده وبكره وبعده برامون الميلاد فعايزين نعرف نوتسك ايه معنى برامون الميلاد وازاي نستعد لاستقبال عيد الميلاد كلمه برامون معناها الاستعداد والحقيقه في كذا اتجاه للاستعداد لما بنبص على احداث الميلاد نلاقي ان كان في استعدادات سماوية وكان في استعدادات من أشخاص على الأرض والأحداث خلت كل الناس دول يستقبلوا الميلاد بفرحة جميلة جدا يعني نلاقي مثلا أن السماء كانت فرحانة جدا في ملاك يروح يبشر الرعاة في نجم ياخد أوامر يقود مجوس عشان يروحوا يشوفوا مين المولود في المزود عند المزود جمهور من الجند السماوي فرحانين بميلاد المخلص وطالعين نازلين فوق المزود للسماء ونزولا الى المزود وهم بيسبحوا تسبحة المشهوره الجميله اللي كلنا عارفينها المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المسره ده ادى بفرحه وبهجه لاستقبال مخلص العالم رغم ان العالم كان لسه مش دريان بيه لكن الكلام ده خلى ايه؟ خلى كل الناس تبقى فرحانه انه في رساله سماويه وان مخلص العالم كله وصل وان رساله الخلاص ابتدت تعلن بوضوح رغم انه قبل كده كان مجرد نبوات. الكنيسه خدت المفهوم الجميل ده وحبت تعرفنا احنا كمان نستعد ازاي؟ كل الناس بتستعد لعيد الميلاد. توجهات الناس في في استقبال العيد بتتغير شويه في ناس روحيين حلوين وفي ناس ما بياخدوش بالهم الحكايه دي بس الكنيسه بتحط لنا منهج الناس اللي استعداداتهم بشكل عالمي يعني بيهتموا كتير بحته اللبس حته الاكل حته العزايم والضيافه ودي حاجات حلوه مش وحشه يعني لكن مش هي المطلوب مش هي الهدف يعني الكنيسه بتعلمنا ايه انه في الاستعداد في احتياج لصلاه فاحنا بنستعد لقبول نعمه بصلاه بنطلب قدام الله ازاي يا رب تدينا فهم ناخد بركه العيد وبعدين الكنيسه ترتب لنا شويه تسبيح عشان نقف قدام ربنا ونسبحه ونشكره على مجيئه ونمجد مجيئه العظيم اللي جه من اجل خلاصنا فتلاقي الكنيسه عماله تسبح وتلاقي التسبحه في يوم العيد نفسه بتبتدي من بدري قوي في تسبيحات طويله استعدادا لقداس العيد وتلاقي في استعداد بصوم احنا في البرامون بيكون يوم صيام من الدرجه الاولى يوم صوم انقطاع في الصلاه نكلم ربنا وفي الصوم نهيئ الجسد انه بقاش مشغول بحته العالميات لا اهتمامات عالميه ولا اهتمامات من ناحيه الاكل و... وشهوه البطن يعني وبالتالي كمان ما فيش شهوات للجسد فالواحد يبقى بيستعد مع الكنيسه باستعدادات صوم وصلاه وتسبيح تخلي الواحد يتقبل فكره انه رايح افرح بروحيات جميله وانا بستقبل عيد ميلاد رب المجد بشكل بشكل روحاني جميل يربطني بربنا اكتر. طب اذا كانوا الاستعدادات اللي بتتعمل قبل العيد الاطفال الصغيرين بيستوعبوها على انها ان احنا نشتري هدوم العيد ان احنا نشتري هدايا العيد إن احنا نشتري الأكل بتاع العيد، يوم العيد ده أو ليلة العيد، ماما واقفة بتعمل أكل في البيت، هي دي مظاهر العيد اللي الطفل الصغير بيشوفها وبيلمسها. إزاي نغير الفكر ده؟ إزاي نغير فكرة إن احنا نستقبل العيد بهذه المظاهر إلى الروحيات؟ طبعًا هو جميل أوي إن احنا نشتري حاجات جديدة بنلبسها في العيد يعني، على اعتبار إنه كده كده في هدوم قديمة بتقدم وفي هدوم جديدة بتيجي تحل محلها. <applause> لكن ما ده الشكل الوحيد للاحتفال بالعيد يعني اقول لحضرتك حاجة مهمة يعني لو كان مثلا استعدادنا ليوم العيد هياخد مننا كل الوقت وكل المشغولية في اللبس والمقاسات اللي اتلخبطت والبسكوت والكحك والنظافة إلى آخر الاستعدادات المنزلية اللي كل بيت بيعملها طب كده الروح راح فين غذا الروح كده اتلخبط هنجيب الحاجات دي ونستعد بيها وكل حاجه لكن هنهتم جدا معنى العيد في ان انا اتكلم مع ربنا ان انا اصلي ان انا اعرف كلمته الحيه اللي بيكلمني بيها في كتاب مقدس يشرح لي فيها ايه معنى العيد وفي نفس الوقت أه بهتم جدا كعيله بقى كلنا كاب وام واولاد ان العيد يعني اروح الكنيسه اصلي العيد يعني احضر القداس بتاع العيد حتى يعني حليني في بعض الاحيان بتبقى ليله العيد الهدف منها من روح الكنيسه ما هوش الصلاه. يعني انا طبعا ما بتكلمش على كل الناس لكن في نوعيه بتروح العيد عشان تقابل اصحابها عشان يعيدوا على زمايلهم عشان يوروا الناس اللبس الجديد اللي هم جايبينه فبيصبح حوش الكنيسه هو المقصد وليس الكنيسه. يا ريتهم يعملوا كده ان هم يتجمعوا مع بعض بس يطلعوا الكنيسه يصلوا سوا، لانه لو قعدوا تحت او برا الكنيسه هيبقى الشكل هو اللي واخدهم، لكن الجوهر والعباده الحيه واحساسي واعماقي الحلوه بروح الله بتبقى بتبقى تاهت من الفكر والتركيز. لكن يعني بندعو فرصه من خلال البرنامج من قناه ماري مرقص ان كل الناس يهتموا روحيا انه لما هروح الكنيسه يعني رايح اقابل رب المجد الهنا اللي بيقدم لي سكه خلاص ببركه العيد والمره دي طبعا عيد الميلاد. طيب يعني نصيحة قدسك ان احنا نهتم شويه بالروحيات. انا برضو عايز ارجع تاني لنقطه الاطفال الصغيره. ازاي اخليهم المظاهر اللي هم شايفينها مظاهر ملموسه اللي قلتها لقدسك ازاي يطلعوا يتمسكوا بالروحيات اكتر من المظاهر العالميه. عارف حضرتك لما اجيب لاولادي اللبس الجديد اللي بيفرحوا بيه هقول لهم ان ده بركه حلوه ربنا اللي ادانا الرزق والخير اللي عرفنا بيه نجيب الكلام ده، ما تيجي نروح الكنيسه نشكر ربنا الحلو اللي ادانا ده. يبقى انا بنقله على بركه مين اللي ادى العطيه؟ مين اللي رزقنا؟ مين اللي ادانا الخير؟ فيرتبط بربنا مش هيتعلق بس على قد الحاجه اللي لبسها. ونفس الكلام بالنسبة للحاجة اللي هي كلها نفس الكلام الصحبة الحلوة اللي هو بحب أصحابه فيها وبحب ينزل يلعب معاهم ويتفسح معاهم كل ده جميل وكويس بس كمان في نقطة جميلة مهمة قوي احنا كمان بنتعلم في استعدادنا للعيد ان احنا زي ما ربنا حس بينا وجالنا مخصوص يفدينا ويخلصنا احنا كمان نحس ببعضينا يعني مهم قوي في العيد ان انا احس باخويا المحتاج احس بقريب المريض احس بجد وتيتا اللي يمكن ما يقدروش ينزلوا الكنيسه الدول مهم أوي نتعلم نسال عليهم ونهتم بيهم ونروح لهم يبقى انا في العيد دريان باللي حواليا ودريان باحتياجاتهم عشان كده لو حضرتك تشوف تلاقي كتير من تجمعات الشباب وحتى الاطفال الصغيرين نعلمهم من الصغر في الكنيسه وفي مدارس الاحد انه يهتموا يزوروا بعض يهتموا لو حد ما جاش الكنيسه نروح له نزوره ونعيد عليه لو حد عيان لو حد في مستشفى لو حد عنده اي ظرف يمكن ناس يكونوا حزنانين لفراق حد غالي عليهم من الاقارب ويكون انتقل ولا حاجه يبقى احنا ما بنفقدش اهتمامنا ببعضنا زي ما ربنا حس بينا واهتم بينا احنا كمان نقدم الاحساس الحلو ده هنا المعاني بتاعت العيد بقى تختلف خالص فرحة اللبس مش وحش فرحة الأكل مش وحش فرحة الصحبة والفسحة مش وحشة لكن في بعد تاني جوانا لما ناخده ونتعلمه ونعمله العيد يبقى ليه فرحة روح جميل نحس فيه ان ربنا فينا فعلا طيب خلينا ندخل جوة النظرة دي يمكن لما نسمع من قدسك برضو الموضوع يختلف عند بعض الناس ويقربوا أكتر من لحظه الميلاد في البدايه اتصابونا الميلاد في بعض الاحيان يقال عنه التجسد فعايزين نعرف الفرق بين الميلاد والتجسد وهل هما الكلمتين ترادفات لنفس المعنى ولا يختلفوا طبعا حدث الميلاد هو التجسد الحقيقي اللي تم واستمر مده طويله من الزمن هي طول مده وجود ربنا يسوع المسيح على الارض من اول ميلاده الجسداني من العذراء مريم لغايه الصعود لكن ربما في مناسبات اخرى كان فيها احداث فيها شيء من التجسد لكنه تجسد مؤقت لحظات سريعه زي مثلا ظهور ثلاث رجال الله القديسون لابونا ابراهيم في العهد القديم كان نوع من التجسد لكن مؤقت يعني زمن قليل وانتهى بزوال الحدث وانتهى على كده كتير من أحداث التجسد كان ربنا يظهر في العهد القديم في صورة ملاك برضو لحظات وينتهي لكن التجسد الحقيقي اللي فيه ربنا يسوع المسيح جه مخصوص بإنسان كامل زينا من أجل فدائنا وخلاصنا هو اللي تم بالميلاد من أمنا العذراء مريم طيب احكي لنا عن التجسد وإيه اللي حصل فيه رب المجد إلهنا قال كلام كتير في العهد القديم بيهيئنا لاستقبال التجسد نبوات كتير جدا اتكلمت عن التجسد زي مثلا نبوة تقول لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام نبوة من زمان فيها ميلاد حقيقي زي مثل النبوة تانية قالها أشعيا وهذا العذراء تحبل وتلد ابنا هنا ولادة يعني إنسان حقيقي ويدعونا اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا إشارات كثيرة من النوع ده تمت في العهد القديم جمعها معلمنا بولس في آية جميلة قوي قالها في رسالة غلطية إصحاح أربعة قال ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امراه، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. ميلاد حقيقي. الميلاد الحقيقي ده هو ده اللي رب المجد فيه اخذ جسد كامل، انسان كامل. والحقيقه في حته لاهوتيه هنا جميله مهمه أو لازم نشير ليها. ان احنا مش بنستغنى عن الكلمتين جنب بعض، عشان كده في القداس نقول تجسد وتأنس. خذ جسد بناسوت كامل، يعني ايه؟ لو حد افتكر انه جسد بس يمكن يبقى اي جسد لكن هو جسد لانسان كامل عشان كده تجسد وتانس جسد لانسان مش لحاجه تانية دي في انواع كتير من الاجساد فهنا التجسد كان من امنا العذراء مريم بهدف الفداء والخلاص ودي كانت نقطه مهمه قوي يمكن حضرتك السؤال اللي اللي يشغلنا شويه يعني ايه تجسد كلنا نسمع ونعرف ان الله روح ازاي ربنا روح وازاي يتجسد حتى ان في ايه تانية يقول لك الله لم يره احد قط في يوحنا 1 18 الله لم يره احد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن ابيه هو خبر وطبعا كلنا نؤمن ان ابن الله الكلمه هو مولود من الاب قبل كل الدهور زي ما بنؤمن وبنقول في بنصلي في قانون الايمان لكن بدايه التجسد هو اللي تم من العذراء مريم في ملء الزمان يعني اقنوم الابن الكلمه الظاهر في الجسد الاقنوم موجود من البدء لكن التجسد هو اللي تم في الزمن الآية بتاعت معلمنا بولس في لكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولود من امرأة مولود تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس بتقربنا من فجر التجسد تم ازاي الله كان روح طب احنا ما كناش نعرف نشوفه الله لم يره أحد قط كانش حد يقدر يشوف ربنا ولا يتعامل معاه لكن غير المنظور ده أصبح ايه منظور بالتجسد غير المحسوس ده أصبح ملموس بالتجسد اللي ما كانش حد يقدر يتعامل معاه لما بقى إنسان كامل في وسطنا بقت الناس تشوفه وتسمعه يعلم ويروحوا معاه في كل مكان بيذهب إليه بقوا يشوفوه بيعمل معجزات يشوفوه بيتعامل زي مع الناس فده أصبح إعلان حقيقي لتجسد حقيقي مش مجرد أفكار تعليمية من بعيد يعني من الآيات الجميلة الثانية في يوحنا واحد برضو الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا بقى جسد كامل زينا بقى إنسان كامل زينا يمكن حد يسأل هو لما أخذ جسد زينا خلاص يعني الله تحول بقى إنسان لأبد هو اتخذ جسد من أجل إيه؟ من أجل خلاصنا وفدائنا لكن هو مين اللي اخذ جسد ده هو ابن الله الظاهر في الجسد هو اللاهوت المتحد بالناسوت عشان كده في ايماننا المسيحي الارثوذكسي ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظه واحده ولا طرفه عين زي ما بنصليها في قانون الايمان وبنصليها كمان في القداس في الاعتراف الاخير قبل قبل التناول بيصليها ابونا الكاهن من الايات الجميله جدا اللي قالها معلمنا بولس برضه لتلميذه المساوس، "عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد"، فهنا إمكانية التجسد واضحة جدًا. ربما ناس بتتساءل يعني إيه ربنا ياخد جسد؟ طب ما هي كل الآيات دي بتشرح، والفهم بتاعها بيوضح إنه في إمكانية للتجسد، ربنا ما يصعبش عليه الأمر ده. إذا كانت حدثت أنواع من التجسدات السريعة الزمنية السريعة في العهد القديم أما في الفداء والخلاص اللي تم بداية بالعهد الجديد من وقت تجسد ربنا يسوع المسيح وميلادهم أن العذراء ده تم بالحقيقة وإمكانيته موجودة بالحقيقة هل في العهد القديم يتسابون أن نقدر نقول عليه ظهورات أكثر من تجسد؟ المعنى ده قريب جدا للحقيقة فعلا هي أقرب إلى الظهورات أكثر منها تجسدات يعني نقدر نقول التجسد الحقيقي هو تجسد السيد المسيح ده حقيقي, ده حقيقي. طيب يعني بعد ما شرحنا التجسد عايزين نتنقل آه لجزئيه ثانيه وهي لماذا التجسد مم. ولكن خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل مع قدسك لماذا التجسد اعزائي المشاهدين فاصل نرجع نكمل مع قدسابونا ونعرف ليه المسيح تجسد وليه المسيح جه من العذراء ليه القصه دي كلها ولكن بعد الفاصل BELLS ON BOBTAIL RING MAKING SPIRITS BRIGHT WHAT FUN IT IS TO RIDE AND SING A SLING SONG TONIGHT OH jingle bells, jingle bells. عم يتلاقوا الأصحاب الجدي خلف الباب في شجرة في الدار ويدور ولاد صغار والشجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد والإيد تعلي عالشجرة غني Kicking <تصفح> spirits لكم أعزائي المشاهدين مرة تانية ومعانا وتسابونا فلوباتير نصر ونكمل حلقتنا عن التجسد وليه التجسد التجسد طبعا يعني ليه هدف رئيسي جدا ومهم جدا رب المجد إلهنا لما تم التجسد كان بسبب الفداء إنه جاي مخصوص عشان يفدينا وده ده الهدف الرئيسي والحقيقة لو إحنا بصينا إن رب المجد إلهنا لو كان جه وتجسد وتولد من أمنا العذراء وبعدين عاش في وسط الناس شوية صغيرين كده قاعد يعلمهم شوية تعليم حلوة ويعمل شوية معجزات وخلاص حاجة استفاد حاجة ما هو أنبياء كتير عملوا كده خدوا وصايا حلو من ربنا خدوا شوية تعليم حلو من ربنا وقالوها للناس وخلاص لكن في النهاية لما ماتوا ما تبقى في أذهان الناس من كلامهم هم لدى الناس ربما استفادوا منه يعرفوا يرضوا ربنا إزاي وخلاص لكن رب المجد إلهنا جاي مخصوص من أجل الفداء وقضية الفداء قضية مهمة جدا لأن الإنسان اتعرض لحكم الموت كان الأول مخلوق على غير فساد لكن بسبب الخطية وعصيان ربنا دخل حكم الموت على الإنسان. في آيات واضحة تشرح الكلام ده. معلمنا بودس الرسول في رومية 6 يقول انه أما شجرة متأسف الآية الأولانية بتاعت سفر التكوين. سفر التكوين إصحاح 2 قال له أما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأن يوم تأكل منها موتا تموت. وفي روميا 6 اكد معلمنا بولس على المعنى ده لما قال ان اجره الخطيه هي موت وقبل كده برضو كان في العهد القديم معلمنا حزقيال قال ان النفس التي تخطئ هي التي تموت اصبح في وضوح انه الخطيه اجرتها موت فلما ادم وحواء عصوا ربنا اتعرضوا لحكم الموت الموت ده سبب انفصال عن ربنا ربنا كان مصدر الحياه فالإنسان لما انفصل على الله مات مات روحيا والموت بتاعه أصبح أنه مش قادر ينجي نفسه لو كان الإنسان عارف ينجي نفسه وينجو من الموت أو يقدر يفدي روحه كان الإنسان فدى نفسه إيش في مشكلة لكن للأسف الإنسان ما عرفش يعمل الحكاية دي طيب يمكن سؤال مهم إذا كان آدم ونسله كلهم وقعوا تحت حكم الموت يا ترى مين يفدي آدم وذريته؟ كنا بنتكلم برضه يا ابونا في سؤال هنا بيطرح في كثير من الأحيان أه ويتساءل بعض طب ما هو المسيح كان قادر يغفر لأنه ليه قوة الغفران يغفر لأدم خطيته يسامح آدم يعني يسامحهم يغفر جميل لهم بدون فداء وبدون تجسد وبدون كل القصة دي طب إيه رأيك لو ربنا سامح آدم وخلاص يبقى الكلام اللي قاله ربنا ده يبقى يبقى ربنا بيرجع في كلامه هل الله يقول كلامه يرجع فيه هل كلام ربنا من النوع اللي ممكن يتغير ده رب المجد نفسه قال ان السماء والارض تزولان وحرف واحد من كلامي لا يزول هل ربنا يتنازل عن الخطيه هل ربنا يقول ان اجره الخطيه موت وبعدين يرجع في كلامه ويقول ما علينا بلاش موت وبلاش خطيه ونسامح ونغفر وخلاص وهل معنى كده ان الانسان يقدر بقى بعد كده يخطئ براحته ويعمل اللي هو عايزه ما هو ربنا هيسامح وخلاص يبقى الانسان هيفضل عايش في الفساد ويفضل عايش في الخطيه وما يعيش في حياه بر زي ما ربنا علمه والطبيعة الفاسدة اللي بقى أدم عليها خلاص هي اللي تمشي بقى وهي اللي تكمل بقاش في أي رجاء من أنه يتصلح طبعا الكلام ده مش مظبوط ربنا مش ممكن يغير كلامه هل ممكن أنه أنه ربنا وهو رافض الخطية والشر انه بيدعو انه الخاطي يتوب ويرجع عن عن ضلاله وعن فساد الطريق اللي, اللي مشي فيه هو ده اللي ربنا حطه قدام عينيه انه لازم لازم فداء لازم خلاص الانسان ما كانش سهل يعرف يقبل دي ويفهمها بسرعه او بسهوله بس ربنا عمل لهم لادم وحواء عمل لهم كده ايه مثال هم اول ما غلطوا لقوا نفسهم عرينين وخافوا من ربنا واستخبوا منه. وربنا ابتدى ينادي على ادم، ادم ادم اين انت الان؟ قال له انا سمعت صوتك فخشيت لاني عريان فاختبأت. الله عريان لي يا ادم؟ ايه اللي حصل لك؟ وانت كلت قال له المرأة اللي انت اديتهن هي اللي ايه؟ أكلتني. طبعا هم حاولوا يغطوا نفسهم بأوراق التوت. لكن ربنا قال لهم له مش ده اللي ينفع. أنا عايز أوريكم مثال ونموذج. الخطية أجرتها موت أنا كلامي ما برجعش فيه يبقى لازم فيه موت طب يا رب هتموتنا أنا هروح خلاص هضيع هفنى أهلك قالوا لا يا آدم مش أنت لا تفنى وتهلك أنا هفهمك حاجة تانية مختلفة هفهمك مفهوم الفداء بذبيحة يعني ذبيحة تموت بدالك وربنا صنع أقمصة من جلد من من حيوان تم ذبحه علشان يغطي بيهم آدم وحواء. المعنى هنا إنه آدم وحواء شافوا بعنيهم إن في حيوان بريء يذبح بدلهم. النفس البريئة تذبح عوض النفس المذنبة. وشاف آدم بعينيه نتيجة الخطية إنه موت، إن في نفس ماتت. فابتدى آدم يتعلم إن الخطية رهيبة ومزعجة. وقاتلة للنفس وابتدى يعرف أن فكرة الذبيحة أن هي ممكن تفديه وكأن ربنا عمل حاجة كده من نوع تاني آباءنا اللاهوتيين يشرحوها كده يقول لك ربنا سمح أن تتنقل عقوبة الخطية من النفس المذنبة إلى النفس البريئة فتصبح النفس البريئة عوض عن النفس المذنبة الألفاظ دي مهمة لأن لما جه رب المجد بعد كده يموت عننا كان هو المذنب ولا البريء؟ كان هو البريء اللي مات عننا كلنا احنا الخطاه المذنبين كان دي اشارات وابتدى العهد القديم كله يمشي على نفس النهج ان في ذبيحه تقدم عوض النفس المذنبه وكانت في ذبيحه الخطيه كان الكاهن يعرف نوع الخطيه فكان يقول له هات ذبيحه كذا ويجيب الخاطي ذبيحه ويحطها قدام الكاهن يفحصها ويحطها على المذبح وبعدين الخاطي يقول له انا الخطيه بتاعتي كذا يعترف بها امام الكاهن فتنتقل عقوبه الخطيه منه الى الذبيحه والكاهن يذبح الذبيحه عوض عن النفس اللي, اللي اخطات نلاحظ انه في المشهد ده في كذا حاجه على بعض في ذبيحه في فداء في نقل عقوبه في كاهن في اعتراف في قبول لله للذبيحة عشان ينقل العقوب عن الإنسان الخاطي فالإنسان الخاطي لا يهلك ولا يموت كل دول هم هم تموا في المسيح يسوع في العهد الجديد كل حاجة زي ما هي ما نوع الذبيحة اللي بيه رب المجد إلهنا قدم نفسه عوض عنا كلنا عشان كده معلمنا بولس عبراني يقول أنه أما يسوع فقد قدم نفسه مره واحده الى الاقداس فوجد فداء ابديا من اجل البشر كلهم. الحقيقه ربنا يسوع لما عمل كده كان في ايه جميله كان يعني عايز نفتكرها مع بعض. قال ايه؟ معلمنا بولس بيشرح الكلام ده في رساله فيلبي اصحاح اثنين يقول الذي اذ كان في صوره الله لم يحسب خلسة ان يكون معادلا لله. لانه هو صوره الله فهو ما اختلسش معادلته لله ابدا دي هي طبيعته انه هو معادل لله لانه هو والاب واحد لكنه اخلى نفسه اخلى نفسه من صوره الله من مجد اللاهوت اخذا صوره عبد صائرا في شبه الناس واذ وجد في الهيئه كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت موت الصليب فمن هنا رب المجد الهنا تمم التجسد بهدف ايه الفداء بالصليب ودي كانت نقطة مهمة جدا يمكن حد يسأل طب يعني هو كان لازم الفادي يكون رب المجد نفسه هو اللي يجي هو اللي ياخد المهمة الصعبة دي خلونا نسأل يا ترى مين يعرف يفدي الإنسان ممكن حد تاني يفدي الإنسان في ناس بتقول مثلا طب ليه إنسان ما يفديش إنسان هو لو الإنسان كان قادر يفدي نفسه كان عمل كده لأنه الإنسان فسد بالطبيعة بسبب الخطية فما يعرفش أنه يفدي نفسه لأنه هو واقع تحت سلطان الموت مش يقدر يهرب من تحت سلطان الموت ولا حكم, ولا حكم الموت طيب نشوف طب إيه الآيات بتقول كده يقول أنه الجميع زاغوا وفسدوا أعوزهم مجد الله ليس من يصنع صلاحا ليس ولا واحد وإحنا بنصلي أنه ليس إنسان بلا خطية حتى لو كان أيام حياته ما على الأرض فما فيش حد قادر أنه هو يكون آآ آآ يزوغ من حكم الموت عشان خاطر يكون بلا خطية لأنه كل البشر واقعين تحت الخطية للأسف وتحت حكم الموت في حد يسأل طيب ليه لا ما يكونش ملاك ما هو ملاك هبر وحلو إيه المانع يعني آآ اللي اخطا كان ملاك ولا كان انسان؟ كان انسان كان انسان فلازم اللي يفديه يكون إنسان. انسان زيه دي نقطه نقطه ثانيه مهمه قوي ان الملائكه ايه؟ ارواح خادمه مرسله للعاتدين ان يرثوا الخلاص فهي ارواح خادمه محدوده في خدمه معينه في اطار معين في مهمات معينه حسب ما ربنا بيديهم فهم محدودين يا ترى لو ملاك فدى انسان هيقدر يفدي انسان واحد ولا اثنين ولا خمسه ولا عشره؟ مهما كان محدود فمش هينفع لأنه هو مش إنسان وفي نفس الوقت إنه محدود طب إذا كانش ينفع إنسان يفدي إنسان ولا ملاك يفدي إنسان يبقى مين اللي يفدي كان هنا في ضرورة بقى إن رب المجد إلهنا يتجسد آبائنا لما شرحوا الحاجات دي جمعوا بقى الأفكار الجميلة دي وقالوا إنه لازم الفادي يكون إنسان ولازم يكون بلا خطية لأنه ما واحد عمل خطية وواقع تحت سلطان الموت يقدر يفدي حد خاطي لازم يكون هو بلا خطية وهو الوحيد اللي بلا خطية هو رب المجد إلهنا أنه الوحيد اللي شابهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها والشرط الثالث أنه يكون غير محدود علشان مش هيفدي واحد بس ده هيفدي كل البشر في كل جيل من كل زمان ومن كل مكان فمن هنا الفادي كان هو لازم يكون ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح إلهنا الظاهر في الجسد لما اتولد من أمنا العذراء طيب. عايزين نتنقل لجزئية أخيرة وهي برقات التجسد ولكن قبل ما ندخل في برقات التجسد عشان نختم بيها استعدادنا للعيد خلينا نطلع لفاصل ونرجع مرة تانية وتسابونا اعزائي المشاهدين نطلع نشوف فاصل ونرجع مره تانيه مع سابونا فلوباتير ويكلمنا عن بركات التجسد بركات الميلاد اللي احنا قدامنا يومين والمفروض نحصل على هذه البركات او نحس بيها جدا في اليومين دول فاصل ونرجع لحضرتكم مره تانيه خبرنا هيدي السكة يلي مشيناها سنتين بالآخر شو عم

رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين ونكمل حلقتنا مع أوتسابونا فلوباتير نصر ونتكلم عن بركات التجسد. بركات التجسد حاجة جميلة. رب المجد إلهنا لما خلق آدم خلق الإنسان في البداية كان متمتع بخمس صفات أساسية. الكلام ده قبل السقوط طبعًا. أول حاجة إنه مخلوق على صورة الله ومثاله قال في سفر التكوين صح الأولاني فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه فالإنسان كان على صورة الله نمرة اتنين انه اتخلق على غير فساد طالما غير فساد معناها انه مش هيتعرض لموت معناها انه يبقى خالد لا يموت واحنا بنصلي حتى في صلاة الصلح في القداس يقول انه خلق الانسان على غير فساد في صلاة الصلح نمرة ثلاثة بيعرف الله معرفه من نوع الشركه والمعاشره والخبره لانه بيتعامل مع ربنا باستمرار حتى ان ربنا خلى ادم يبقى سيد على الخليقه يسمي الحيوانات ويبقى يتمشى معاه في الجنه ويبقى ليه امكانيات خاصه نمره اربعه يعيش في القداسه والبر لانه مش هيعيش في الخطيه نمره خمسه بيشعر بالاتحاد بالاخر كمثال الثالوث الواحد أول ما الإنسان عمل خطية وسقط خسر البركات دي كلها راحت عليه صورة الله اتشوهت واتحطمت بدل خلود وحياة بقى موت بدل قداسة بقى ميل للشر لأنه عارف الشر هو اختار يعرف الشر لو كان أدم ما يعرفش الشر كان أحسن له لكن شجرة معرفة الخير والشر هو للأسف راح وتقدم للمعرفة دي فاستحق الموت نمرة أربعة بسبب بقى سقوطه وتصرفاته فقد معرفته بربنا والخبرة بقى بالإلهيات اللي كان عايش فيها ونمرة خمسة البشرية بقى تمزقت بدد الوحدة بقت تمزقت وكل واحد يعمل اللي عايزه ويتغاظ من أخوه ويكره أخوه إلى آخر الخطايا المتعبة دي موقف هنا بقى ربنا يعمل إيه هل ربنا يهمل الإنسان يسيبه يعمل اللي هو عايزه كده خلاص يفضل عايش في الشر كده ويسيبه يعني تفضل يفضل العالم كله من شر الى شر ده بديل بديل تاني هل يهلك الانسان يفني ويبتدي عمليه خلق جديده لانسان جديد يمكن يسمع كلامه احسن من الانسان اللي فات ولا ربنا يعمل ايه قال ربنا لا نعيد بقى صياغه الانسان ده ونجدد طبيعته ونعيد للسمات اللي فقدها بالسقوط ربنا لما عمل كده نناقش بقى نفس الخمس نقط بس نشوف مع التجديد بقى ربنا عمل ايه اول حاجه سوره سوره الله احنا عارفين ان ربنا ما حدش شافه ليس احد راى الاب لكن يوحنا يقول رايناه بعيوننا شاهدناه ولمسته ايدينا من جهه كلمه فربنا جلنا بذاته فابتدى يبقى فيه صوره واضحه لله شايفينها وعايشينها ولمسناها ابانا التلاميذ عملوا كده، كانوا فرحانين بحضورهم باستمرار حوالين رب المجد. ولو تلاحظ حضرتك في كل حته رب المجد كان يروح التلاميذ وراه، وتلاقي الشعب وراه. ويسالوا عليه هو فين؟ ويدوروا عليه عشان عشان شايفين فيه صوره الله. طب جميل احنا بقى استفدنا ايه؟ هو كان كده، كان صوره الله الظاهر لينا في الجسد، طب احنا بقى عملنا ايه؟ قال اه احنا لما تعمدنا خدنا جو ربنا ده جوانا فما أصبحش صورة بعيدة نتفرج عليها ده بقى فينا آية جميلة قالها معلمنا بولس يقول لنا المسيح فيكم رجاء المجد طب في المعمودية خدنا ازاي قال احنا في المعمودية بننال الفداء والخلاص فبنموت معاه ونقوم معاه مدفونين معه بالمعمودية حتى كما أقيم المسيح من بين الأموات هكذا نقوم نحن أيضا في جدة الحياة فاحنا في المعمودية متنا عن الطبيعه القديمه وقمنا معاه بطبيعته الجديده. من الايات الرائعه جدا كمان عن المعمديه يقول لك ايه؟ لان كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. في غلاطيا آه اصحاح ثلاثه. والايه اللي فاتت كانت بتاعت رميه 6 وكلوس 2 يعني صوره الله ما اصبحتش بعيده عني اتفرج عليها ده بقى فيا، بقى جوايا، بقى اعيش بيه، فصلح الايه؟ كسر الصورة القديمة اللي ضاعت بسبب الخطية ده بقى خلى معلمنا بولس يشرح لنا بقى أنه بعد التجديد الحلو ده قال أنه في كورنثوس الثانية خمسة إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الخلقة الأولى اللي فسدت دي المسيح جددها يقول الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا بقينا إحنا ولاد ربنا بعد ما امنا وتعمدنا قال كده اما كل الذين قبلوا اعطاهم سلطان يصيروا اولاد الله اي المؤمنون باسم الذين ولدوا ليس من مشيئه جسد ولا مشيئه رجل بل من الله ولدوا فاحنا اتولدنا من جديد خلقه جديده طبيعه جديده غير الطبيعه اللي كانت سقطت قبل كده فهنا كده ايه استعدنا صوره الله اللي كانت فينا قبل كده بعد التجسد والفداء احنا نلنا ده بالمعموديه النقطة الثانية كان مات في المسيح خدنا حياة. معلمنا بولس في غلاطيا 2 20 يقول مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا. طب ما أنت بتقول صلبت؟ قال له اه لأن هو لما صلب صلب ومات وقام. فأنا لما صلبت معاه مت معاه وقمت معاه فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. فترددت لي الحياة مرة ثانية. النقطة الثالثة هي جميلة قوي الثالثة والرابعة مع بعض مشكلة المعرفة معرفة ربنا ومشكلة القداسة بقى في نموذج ومثال نتبعه بكل قلوبنا وقال قد ترك لكم مثالا لكي تتبعوا خطواته فالمسيح قدامنا زي ما عمل نعيش ونعمل نجاهد فيها دي زي ما رب المجد كان ليه صفات حلوة بيتعامل بيها مع الناس احنا كمان نجاهد ان احنا نعيش نفس الصفات ونعيش نفس الاعمال في القداس الغريغوري بنصلي طلبة جميلة بنقول له أعطيتني علم معرفتك أنت يا رب أظهرت لنا نور الآب أنت اللي أنعمت علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقية فالواحد يبقى حاطط البركات دي قدام عينيه ويجاهد فيها يتعلمها من ربنا ويجاهد فيها ده النموذج والمثال طيب المسيح بالنسبة لنا كان إيه؟ كان سابق لأجلنا سابق لاجلنا في حياه مقدسه على الارض وسابق لاجلنا في الانتصار ثم العوده الى الامجاد الابديه وده كلنا ايام الارض معدوده لكن بعدها هنروح فين؟ رجاء حياه ابديه. كمان نقطه حلوه انه بالتقديس ربنا يدينا ان كل حاجه نعملها نعيشها بقداسه لمجده هو مش زي ما الناس بتعمل مش زي العالم ومش حسب الظروف ومش زي ما الدنيا تودينا. في آية جميلة في كرونس الأولى عشرة يقول فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا افعلوا كل شيء لمجد الله يبقى في بالنا كده في ذهننا كده وإحنا بنعيش الحياة المقدسة لحساب ربنا آخر نقطة في الحتة دي إنه كمان بالوساطة يعني إيه المسيح هو الله الكامل وهو وسطنا أمام الآب طيب إذا كان الأب لم يشفق عليه من أجلنا وبذلوا لأجلنا أجمعين، إحنا كمان نتحد بالمسيح عشان نوصل نوصل للأب. يقول في القداس الغريغوري يقول يصرخون إليك وبك إلى الأب معك قائلين ارحمنا، يعني هو هو الوسيط بتاعنا. بربنا إحنا نلتجئ للأب، بربنا يسوع المسيح، إحنا نلتجئ للأب. وإذا كنا أولاد فإننا ورث أيضاً، ورثة الله وارثون مع المسيح. فيها مثال حلو من الحياه العمليه زي في سر الزواج في اتنين بيدخلوا الكنيسه ويطلبوا من ربنا يوحدهم فيطلعوا من الكنيسه واحد الحقيقه اذا كان هيفضل الراجل راجل والست ست لكن هما يفضلوا ايه في فهم الحياه المقدسه وشركه الوحده متحدين الحقيقه بنفس المثال احنا البشر الضعفاء نتحد بالاله الحقيقي هنفضل احنا بشر وهيفضل هو الله لكن كل ما نتحد به يقودنا في حياة مقدسة طول عمرنا في الأرض آخر نقطة بقى استعادة الوحدة للبشرية الممزقة اللي كان اللخبطة اللي حصلت والانفكاك اللي حصل بالوحدة اللي كانت بين آدم وحواء ربنا رجعهم بشكل جميل قوي يقول بقى في يوحنا 11 ليجمع أبناء الله متفرقين إلى واحد وقال رب المجد نفسه في يوحنا 10 برضو رعية واحدة لراعي واحد فهنا في فكر الوحدة ورب المجد هو بيصلي الصلاة الشفاعية في يوحنا 17 ليكونوا واحدا كما أننا واحد أنا فيهم وأنت في ليكونوا مكملين إلى واحد وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتني وأحببتهم كما أحببتني لما بيجي نتناول بيحصل إيه نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد لأننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد ففي وحدة كلنا بنبقى واحد في في المسيح. نفسي اقول لك حاجه جميله بقى. انه ابائنا القديسين لما عاشوا الكلام ده ابتدى يبان فيهم صفات ربنا فعلا. يعني الكلام ما نظري بقى وايات ويبقى لاهوتيات صعبه ويقول لك ده كلام ما يتعشي، لا من قال؟ ناس عاشوه وحققوا بيه بركات حلوه جدا في حياتهم. احنا بنتكلم عن الميلاد. والحقيقة أبانا القديسين اتمتعوا قوي بحب حلو قوي من محبة ربنا واتمتعوا ببذل حقيقي زي ما ربنا بذل واتمتعوا بوداع حقيقية زي ما ربنا كان وديع واتمتعوا بالطباع حقيقي زي ما ربنا كان متضع حتى رب المجد قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب وطبعا في صفات بقى كده حلوة كتير لكن نقول مثال بمناسبة المزود لانه اذا كان رب المجد بيعلمنا الاتضاع انه قبل يتولد في مزود بسيط وفقير في امكانياته افتكر قيل عن المتنيح البابا كيرلس السادس انه في وقت كان في زيارات مهمه لاحد البابوات من الكنائس الارثوذكسيه الشقيقه و اتقال له انه لابد ان المكان بتاع اقامته يعني وقليته والاستقبالات بتاعته والحاجات دي يحصل فيها نوع من التجديدات ويحطوا فيها فرش جديد والى اخره من الاستعدادات اللي من النوع ده. تخيل رد عليهم قال لهم ايه؟ قال لهم ده اللي موجود دلوقتي ده افضل بكتير من حال المزود اللي رب المجد قبل يتولد فيه. في إتضاعه ما كانش قابل انه المكان بتاعه يبقى افضل من مكان اللي رب المجد حل فيه ايه احساس الاتضاع الجميل ده جنين كان ينفع حد عادي يفهم كده لكن ابائنا القديسين لما عاشوا الصوره الالهيه الحلوه دي لما اتظبطت فيهم بعد التجسد وبركاته نضحت فيهم فعاشوها وقدموها بالفعل مش بالكلام يعني بركات جميلة ولو الواحد يقدر يحصل على أجزاء منها يبقى عايش في حالة مختلفة تماما لكن عايزين برضو نرجع للنقطة اللي بدأنا بيها الحلقة وهي الاهتمام بالأمور العالمية إزاي كل اللي سمعناه من نقود ساكن نطبقه وإزاي يبقى اهتمامنا بالروحيات إزاي نهتمش مش عايز أقول ما نهتمش إزاي تبقى بداية أو أولويات اهتماماتنا روحية ويجي بعد كده الاكل والشرب والخروج والفسح والكلام ده كله أبانا عملوا كده ياخدوا الآية المقدسة ويحطوها في بالهم يفهموها كويس ويسعوا في تنفيذها <applause> معلمنا بولس قال تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم الذهن محتاج يتغير بفهم جديد بتعليم جديد ولما يقبل التعليم يقدر يجربه ويعيشه احنا من شوية كنا بنتكلم على صحيح فرحة العيد ممكن يبقى يشملها لبس واكل وفسحه وتسليه وحاجات زي كده طبعا حاجات حلوه ما حاجه ممكن الناس تعملها بس في اطار محبه ربنا الحلو لكن هينفع ده من غير ما اكون مهتم بالصلاه هقول لحضرتك حاجه مهمه في ناس لغايه دلوقتي احتفال العيد عندهم يعني يتجمعوا ويقعدوا ياكلوا خلاص ما ينزلوش الكنيسه طب انا لو ما صليتش العيد في الكنيسه فين احساسي بالعيد بقى مربوط بالاكل بس احنا مش عايزين ده عايزين يبقى في بركه روح ننزل الكنيسة نصلي نهتم بتسبحنا نرفع قلبنا ربنا نطلب خير وبركات الميلاد جديد فينا عشان احنا كمان حياتنا تتغير وساعتها نرجع والاكل موجود مش هي مش هيفوتنا يعني. هيكله. اه حناكله كل حاجه الامر هنا محتاج انه اغير الفكر اغير الذهن ساعتها اعرف اعمل خطوات حلوه كويس الكلام ده الحقيقه بمستوى العيله على بعضها بقى. سواء لو بقى لو حبينا برضو قدسك توجه كلمه لكل فئه عمريه لان اهتمامات العيد بتختلف من فئه لاخرى يعني الاطفال غير الشباب غير الاب والام اللي هم بيرعوا الاسره فلو حبينا نوجه بقى كلمه متخصصه شويه لكل مرحله من المراحل نبدا بالاطفال وتقول ادسك ايه للعيد حبايبنا الاطفال الحلوين اكتر ناس يسمعوا كلمه ربنا ويصدقوها على طول يعني ما بيتعبوناش ان هم هي بساطتهم الحلوه بيصدقوا على طول لو قلنا لهم هنصلي وننزل الكنيسة مع بابا وماما بس إيه رأيك لو أنت معاك شوكولاتاية حلوة ولقيت حد معه شوكولاتة هتحب تديله حتة ولا تقول لا دي بتاعتي كلها لوحدي أحس باخويا اديله حاجة يمكن هو محروم أو مش قادر يجيب يبقى لازم أقدم لأن رب المجد قدم لي حياة جديدة أنا ما كنتش أطولها حاجة بسيطة ممكن يجرب يعملها وهو صغير لو كبرنا شوية ممكن قوي نهتم جدا انه لو حد في العيلة تعبان كلنا هنروح نزوره ونسلم عليه ونقول له سلامتك ونقول له كل سنة وانت طيب مفيش مانع ناخد معنا حاجة بسيطة ان شاء الله وردايه حتى ولا ولا شوكولاتايه ولا اذا كنا هناكل معاه اي حاجة مناسبة شبابنا الحلو عليهم دور جميل وكبير يا ترى جوه الكنيسة مين هيهتم بتنظيم الدخول والخروج يا ترى مين هيهتم انه يحافظ على الهدوء جوه الكنيسة من الناس اللي رايحة جاية كتير والاطفال اللي ممكن يعني سهوا منهم يجروا في الكنيسة او يتحركوا بدوشة جوه الكنيسة يا ترى هيهتموا يدعوا بعض ان احنا هنخدم القداس وهنتناول مع بعض وبعد كده هنبقى ننزل وممكن فيما بعد نشوف ممكن بركات تانية نعملها ازاي لازم يكون في لمسة حلوة. أنا وقفتي جوه بيت ربنا هي الوقفة اللي هاخد فيها من روح الله. الوقفة بره بيت ربنا وبره الكنيسة مش هاخد منها حاجة. هيبقى على قد ما أنا ما بقف زي ما بقف كل يوم. مش هتضيف عليا جديد. فلازم كمان نهتم ببعضينا. شبابنا الحلو لو لقى حد مش عايز يخش يصلي هيقف يتفرج عليه. طب ما ندعي بعض نصلي مع بعض وبعد كده هنخرج مع بعض. لكن خلونا نشجع بعضنا. لينا دور. إن احنا نسند بعضينا. الكبار عليهم دور جميل إن أنا كعيلة لازم يكون عندي المنهج ده، لازم أنفذه مع ولادي. يعني في أسر وعائلات يقول لك مين هيروح لجده خلاص بابا كفاية هو يروح لجده، لا جده ما نسيبوش لبابا لوحده ولا يروح، كلنا مع بعض نروح نسلم على جده ونعيد عليه. جده اللي مش قادر ينزل من البيت ده كلنا هنروح نعيد عليه. ربما بابا يفكر إنه طب ما نروح نزور المستشفى، إن شاء الله نزور ثلاث أربع عيانين ونسلم عليهم نقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. منهج جميل نحس ببعضينا ونقدم المعنى ده. كلنا في القداس يا رب كلنا نكون مستعدين للتناول ونتناول، لكن كمان في يوم العيد كلنا بنعمل حاجة حلوة ناخد بيها بركة حب جديد وفرحة جديدة بميلاد ربنا يسوع المسيح جوانا. ساعتها الصورة تكون جوانا إيه؟ بتتركز أكتر وروح ربنا وفكره يبقى بيبان أكتر وده يبان في معاملاتنا أكتر تخيل بقى حضرتك من عيد لعيد لما الصورة دي كل شوية تنضح فينا تنضح فينا في الآخر نبقى إيه؟ اولاد ربنا بجد يا ريت هون طيب كلمة قدسك توجهها في آخر الحلقة قبل العيد تقول إيه للشعب القبطي تقول إيه للكنيسة كل الفرحه والحب وتهنئه غاليه بالعيد لابونا الكبير ابونا الطباوى البطريرك البابا تودروس الثاني وكل ابائنا المطرنه والاساقفه اعضاء المجمع المقدس كل الشعب المسيحي في كل مكان تهنئه خاصه لقناه مريم مرقص اللي اتاحت لنا فرصه ان احنا نتمتع بالبركات دي ونعيشها ونقدمها و تهنئة خاصة لصاحب النيافة الحبر الجديد الأنباء أرمية وحضرتك طبعا وكل العاملين بقناة المرؤوس ربنا يفرح قلوبكم ويعيد ربنا العيد ده ببركات حلوة روحية أولا ويكون كل الناس في هدوء وفي سلام وفي طمأنينة وفرحة مقدسة ويعم ربنا بالسلام لكل شعب مصر مصر مرت بمراحل كتيرة الفترة اللي فاتت بنتمنى لها هدوء وسلام نتمنى لها رخاء نتمنى لها انها تفوق وترجع اقوى مما كانت رغبات وامنيات جميله وحلوه كلها مقدسه بنقدمها قدام ربنا يا رب اسند شعبك في مصر لانه متبارك بحضورك يا رب انت اللي قلت كده نتمناك يا رب تحل فعلا ببركات العيد ده وتبارك مصر كلها امين يا رب. بنشكرك قدس في بطرير النصر كان كنيسه السيده العذراء مريم بالعباسيه الشرقيه شكرا ليك يا وكل سنه وانتم طيب وحضرتك طيب وشكرا لحضرتك ولكل المشاهدين شكرا ليك يا كسبونا اعزائي المشاهدين ودي كانت حلقه عن عيد الميلاد بمناسبه ان احنا بعد بكره نحتفل باذن الله بخير بعيد الميلاد كل سنه وانتم طيبين ولكن في النهايه انوه لحضراتكم ان قداسه البابا تواضروس هو اللي هيترقص قداس عيد الميلاد هيبدأ القداس الساعة عشرة بالليل مش هيبقى فيه أي زيارات قبل القداس أي مهنئين بالعيد هيتجهوا مباشرة إلى الكنيسة والزيارات والاستقبالات الرسمية والشعبية هتكون تاني يوم من الساعة تسعة لساعة اتنين صباحا في المقر الباباوي قداس البابا هيستقبل الزيارات الرسمية أو الشعب اللي جاي يهنئ بالعيد دي يمكن الأخبار اللي معانا ومرة تانية كل سنه وانتم طيبين واشوفكم على خير الاسبوع الجاي وحلقه جديده نبض الكنيسه